إذا تقرر ذلك فليعلم بأنه ما دامت السنة حجة شرعية ودليلا يجب العمل به فلا بد أن تكون محفوظة، لأنه لا يصح أن يحيلنا الله إلى شيء يمكن أن يكون فيه التبديل والتحريف بحيث لا يعرف ذلك التبديل والتحريف، مما يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة. ومما يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة أن الله قد جعلها وحيا، كما في قوله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن مقتضى كونه وحيا أن يكون محفوظا. ومما يدل على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قد جعلها بيانا لكتابه، كما قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلما كانت السنة بيانا للكتاب وكان الكتاب محفوظا كان بيان الكتاب أيضا محفوظا. ويدل على حفظ الكتاب قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن حفظ الله لكتابه أن يحفظ بيانه، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم.